منذ تنزيل مشروع قانون المالية 2023 قامت الهيئة الوطنية للبياطرة مجموعة من التدخلات والتحركات واللقاءات مع مجموعة من الفرق البرلمانية سواء أحزاب المعارضة أو الأحزاب الأغلبية، وكما اشتغلنا مع الإخوان ديالنا في الهيئات ديال المهن الحرة من مهندسين طبوغرافيين ومعماريين وكذلك محاسبين. بالنسبة للطبيب البيطري الخاص فهذا القانون عندنا فيه احنا جوج ديال المشاكل أو جوج ديال الهواجس. المشكل الأول هو مشكل الضريبة على القيمة المضافة اللي ضعفت، والمشكل الثاني هو الاقتطاع من المنبع على غرار الإخوان في المهن الحرة. الاقتطاع من المنبع اللي خصو يكون على الربح بعد التصريح، ماشي من عبر الحساب على من رقم المعاملات. كما كتعرفوا الطبيب البيطري دونك كيشتغل في العالم القروي في المجال ديالو، سواء الامراض ولا المراقبه الصحه الحيوانيه لضمان الانتاجيه والمردوديه ديال القطيع، هادشي كله لضمان اكتفاء الذاتي والامن الغذائي للبلاد من حليب ولحوم وبيض ومشتقات، خصوصا في ظل هاد الازمه ديال الجفاف اللي نتوما كتعرفوا لي ريبيركسيون ديالها، وكذلك من بعد الحرب ديال الحرب الروسيه الاوكرانيه اللي زادت صعبات من العمل في العالم خصوصا في العالم القروي. اذا التدريب ديال هاد الطبيب البيطري ماذا سينتج عنه؟ غينتج عن انه هاد الاطباء سوف اولا ما يبقاوش يقوموا بداك الحملات التلقيحيه اللي كيديروا في العالم القروي واللي كتحمينا من مجموعه ديال الامراض الفتاكه واللي المواطنين كيعرفوها جميع، وكذلك غادي يضطروا الهجره الى المدن او الهجره الى بلدان اخرى. هذا التدريب كنتيجه غير مباشره غادي يؤدي الى تفاقم هذاك التوازن ديال الامن الغذائي وديال المردوديه ديال المنتوج وديال ضمان المردوديه عند المربيين. اذا حنا في ظل هاد المعادلات كنطالبوا الحكومه بالتراجع عن تطبيق الضريبه على القيمه المضافه، بل كنمشيو اكثر نطالبوا بالاعفاء من هاد الضريبه لان القطاع الفلاحي معفي وكذلك الاطباء معفيين. ثانيا كنطالبوا بالالغاء أو بالتراجع على الاقتطاع من المنبع لما سيسببه من 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 مشاكل الأطباء، واللي غادي كما قلت قبيله غادي يضطروا ينهجوا حلول أخرى ما في صالح لا ديالهم ولا ديال البلاد. كذلك كنطالبوا بفتح حوار بناء مع السلطات المعنية اللي غادي وتراعي فيه الخصوصيات ديال كل مهنه. فاحنا نحن لا نتهرب من الضرائب، نحن مع جلاله الملك في المشروع ديال الدوله الاجتماعيه، نحن نؤمن بالاستثمار وبالنتيجه الاستثمار في هذه البلاد. هذه الهيئات كلهم هما هيئات يمكن اعتبارهم كروافع او رافعه من روافع الاقتصاد الوطني والتنميه البشريه، وكما وتماشيا مع تعليمات ديال صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، فالاستثمار ضروري، وتشجيع الاستثمار وتشجيع الطبقه المتوسطه وخاصه في العالم القروي.